في الخلق خلق القصير والطويل والحسن والقبيح والذكي والبليد والغني والفقير الأسود والأبيض إلى غير ذلك من اختلاف الخلق، وجعلها دلالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا الاختلاف في أو الخلاف في الأفكار وفي التوجهات وفي وجهات النظر هذا باعث من بواعث دبيب الحياة على وجه هذه البسيطة. لو أن الناس توافقوا جميعا لكان السير في مسلك واحد في جميع التوجهات الدينية والاقتصادية والسياسية وكذا، لكن لما خلق الله تعالى هذا الخلاف وهذا التباين جعل كل إنسان ما لا يسلك طريقا، فتشعب هذه الطرق بسببه تدب الحياة على وجه هذه البسيطة. ولهذا ما ينبغي أن نرتقي إليه وهو أن يراعي بعضنا بعضا في الخلاف أن يراعوا أدب الخلاف، ومن آداب الخلاف الإنصاف أن ينصف كل واحد منا أخاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الزوجة قال: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني ما كانش واحد في هذه الدنيا يساوي صفر أبدا، مهما نظرت له بعين النقص، إلا وأن فيه شائع من الإيجابية كائن لا محال. قد يساوي في قاموسك أنت صفر، لكن يساوي في قاموس غيره ألف. رب سبحانه وتعالى ما خلق البشر إلا لحكمة يعلمها. ولهذا الإنسان ينصف أخاه، وهذا من أداب الخلاف. كذلك كما قلنا أن يعيش الإنسان الخلاف بأريحية، تخالفني في الرأي، تخالفني في الفكر، تخالفني في الوجهة، بل حتى تخالفني في المذهب. يعني هذه أمور ينبغي أن يتقبلها الإنسان. ولهذا يعني النفور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات المنافق إذا خصم فجر، هذه من علامات النفاق ومن علامات قلة الوعي. لما يكون إنسان عنده اطلاع وعنده علم ويعلم أن الذي خالفه في الرأي وخالفه في فكر معين أو خالفه في حتى في مذهب كما قلنا أن لهذا المذهب دليله وأن لهذا الرأي دليله الذي بني عليه، فيجد لذلك مساغا يجمع بين الناس. ولهذا كثيرا ما تجد أن الخلاف يشيع ويدب ويكثر بين الأتباع. تلقى أصحاب المذاهب مثلا أو الرؤوس تجد عندهم يعني شيء من الوعي، شيء من العلم، شيء من الثقافة، شيء هذه أمور معنى تجعلهم أن يختلفوا يختلفون إلى حد معين. لكن الأتباع هذون الذين ليس لهم باع من العلم ولا باع من الثقافة ولا باع من الفكر، هؤلاء الذين إذا خاصموا فجروا. وبالتالي أحيانا تجي هذه المواعيد الانتخابية أو تجي هذه الأمور، لكن ماذا ينجب عنها؟ معاداة بين الناس. هذو كل ربحوا وطلعوا الواحد، كل واحد تلقى المنصب الذي يأمل فيه ويبقى هذوك العامة متنايفين طول الأبد. قال لي ذاك العام كلمة وقلت له كلمة ودار لي وفعل لي وكذا، هذا ما لا ينبغي أن يكون. شوف سيدنا داود عليه السلام مع ولده سيدنا سليمان، ولد أبوه، اختلفوا. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وربي قال: ففهمناها سليمان، أي كان رأي الولد أصوب من رأي الوالد، ومع ذلك الولد ووالده ما اختلفا في قضية واحدة. أصحاب المذاهب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، لكن كانت لهم قواسم تجمعهم، وكان بينهم واحد الأدب رفيع. شوف يقول سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه جفايت، اكتب في العرصة متاع المسجد: من أراد العلم النفيس فعليه بأحمد بن إدريس، يعني تلميذه الشافعي. يجي فايت الشافعي يقرأها يكتب تحتها: وكيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك؟ أي كيف لا يكون عنده العلم النفيس وإنا شيخه وإنا اللي قرأه يقدر اللي قريته. ويقول في أبياتنا لائقة: خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي، ولا تقتلوه إنني أنا عبده
وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد. يمر الشافعي رحمه الله على مسجد أبي حنيفة، والمعلوم أن أبي حنيفة ذاك القيس ميت ولم يتتلمذ حتى على يديه، ومع ذلك مر على المسجد انتاعه وكي جاء يصلي في الصبح لم يجهر بالبسملة ولم يأتي بالقنوت. تلاميذ انتاعه والأتباع قالوا له يا سيدي اليوم ما سمعناك جهرت بالبسملة وما قريتش من القنوت ياك لباس. قال لهم احتراما لرأي صاحب هذا المسجد، أبو حنيفة كان لا يرى الجبهر بالبسملة وكان لا يرى القنوت، فاحتراما لرأيه بعد موته أبى أن يبسمل أو أن يجهر بالبسملة وأبى أن يقنت. سيدنا علي كرم الله وجهه يلتقي مع شخص كان في خلاف يعني ماذا قوي بينه وبينه في معركة الجمل، ومع ذلك ماذا يقول له؟ أسأل الله أن يجعلني وإياك في من قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين. أسأل الله أن يجعلني وإياك في من قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين.